بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. بناء على ما تقدم، أتحدى الغرب أن يأتي بواحد من مليون من الدرجة واحدة التي كانت عليها أمة الإسلام حين كانت بعيدة عن الأثام، أي كمنع الصدقة. الغرب وقتها وين؟ في سكرات الجاهلية وظلمات الشرك، وكانوا مسخين من جميع ما مسخين في عقيدتهم، عقيدة أما عزير من الله ولا التثليث الكنسي لبار القنوم الأول الأب ثم الثاني الولد ولا الابن والثالث هو روح القدس. ما ربي يقول لنا باش مربوطين انت وقت اللي تتمنوا بالتثليث هذايا؟ أنا وتعطيوه نسبة مئوية كبيرة من ثلاثة ذوي، تعتمدوا على الأب على الابن على روح القدس. ثبتونا قولون هذا شيء بين أن أنتم لا حضارة لكم لا الأيام هذيك قبل الإسلام ولا أيام اللي جاء الإسلام وسكر عليكم الأضواء من أطفات أضواءكم من المدعات وبقي ضوء واحد وضوء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.